three main qualities any entrepreneur has to have has to be passionate about the idea, to be persistent with the idea, so not to give up at any stage, and to be patient, because it takes time and takes a lot of efforts. What we try to do for these women is give them the confidence and the support they require to have these qualities. اسمي عمار محمد، مدرب وخبير في مجال الإعلام الاجتماعي. اليوم يمكن قدمنا دورة مميزة ان احنا كيف نتكلم عن الإعلام الاجتماعي، كيف نكتب خطة لمشاريعنا لنا كأفراد، كيف نسوق لها بشكل ناجح، وتعلمنا بعض الخطوات في تسويق المشاريع عن طريق الإعلام الاجتماعي. الفكرة كلها الفكرة الكلية للمشروع هي عبارة عن تحدي. مش معظمنا أو تقريبا الأخوات اللي موجودات حاليا إما في طور إعداد المشروع أو في عندهم مشروع، للجهتين تعتبر تحدي لأننا إحنا المبتدئات كرائدات أعمال نبدأ الأساس من وين، كيف، شو اللي ممكن يساعدنا، شو اللي ممكن يضرنا. بالنسبة للي عندهم مشروع بيحاولوا أنهم يطوروا منه، يوصلوا لمرتبة أعلى من اللي هم حالياً موجودة فيها. فبالنسبة للي أنا يعتبر تحدي، فإن شاء الله بنكون على قدر التحدي هذا. بقولها أني أنا صدق بالفعل أنا كنت أبي أفتحها من بداية، من كنت قبل، من كنت صغيرة في مشاريع وايد في بالي أبي أفتحها بس ما قدرت، مو بعشان الفلوس تيني وتروح، كل مرة تيني فلوس أقلها بس بفتح، بس فيني شيء يردني في داخلي، كوني ثقة، يعني قلت ثقة بالنفس، قلت يعني خايفة إني ما حصل حد يميني ومني مساعدني دلني الطريق، يعني ما كنت واثقة إني أقوم أعمل هالمشروع يعني بنفسي، أخاف من معوقات تصيدني يعني، أو يمكن أخسر، يمكن يصير شيء، يمكن هالأشياء. بشكل عام المشروع وايد حلو، يعني ياريت يستمر كل سنة، لأنه يهيئ المرأة إن شلون تكون رائدة أعمال في المستقبل وشلون تحافظ على حقوقها. برنامج مشروعي الصراحة كان أكثر من رائع، كان اختصر علينا الطريق كثيراً، خصوصاً مع وجود مدربين على مستوى عالي من الكفاءة في جميع المجالات اللي ممكن إحنا نحتاجها كرائدات أعمال. كان فريق قوي من أعضاء، من مدربين، من إعداد، ساعدونا في تحديد الفكرة المناسبة، صياغة أهدافنا، اختيار الاستراتيجيات اللي نحتاجها لتحقيق هذه الأهداف. أريد أن أصبح رائدة أعمال بسببين، أهم سببين هم عندي على الصعيد الشخصي والاجتماعي. الشخصي أنه حابة أعتمد على نفسي وأستقل مادياً، أطور من نفسي بنفسي، فكانت هاي فرصة جدا مناسبة إني أخوض هالتجربة هاي، المجال هاي، أكتشف قدراتي، أتحدى نفسي فيها. وعلى الصعيد الاجتماعي بالنهضة اللي حاصلة حاليا في دولة قطر، نهضة على شتى جميع المجالات، نهضة عمرانية، اجتماعية، صحية، فحلو إنه يكون الإنسان جزء من النهضة هاي يساعد فيها. حابة إن أكون في خلال سنوات من إنجازي وعملي في مشروعي إني أكون واحدة من كبار الرائدات والرواد في قطر، يعني وأكون فخر وفخر للقطريات والقطريين وكل دولتي، يعني أكون فخر. طبعاً بعد 5 سنين أنا أكيد إن شاء الله راح أفتح لي محل إن شاء الله في المستقبل القريب. طبعاً مشروع روضة سنتر اللي خدته وايد فادني، شلون أفتح لي محل، شلون أحافظ مثلاً على حقوقي مثلاً سياسياً واقتصادياً وقانونياً، حتى حقوق الدولة. مهما أتكلم ما رح أوفي
البرنامج مشروعي، من برنامج لاسون، من المشاركين، من الداعمين. لكل إنسان شارك في هذا ما رح أوفي حقه بالكلام، لهم جزيل الشكر، جزيل الامتنان. وإن شاء الله إن شاء الله زي ما ساعدتونا بإعدادنا إحنا كرائدات أعمال، يكون لكم كمان أنتم الفضل بهالشيء هذا.